تدرون ان نقدر نحدد موقع القمر الصناعي في الفضاء عن طريق هرم السيارة؟ تأثير الدوبلر هو نفس التأثير اللي نسمعه يوم تمر من عدالة سيارة شرطة اسعاف ولا حتى سيارة داقة على الهرم. نسمع صوت السيارة يوم تتقرب منه وأكيد يكون الصوت عالي وأسرع، لكن بعد ما تطوف السيارة ينخفض صوتها بالتدريج. فإذا كنتم مغمضين عيونكم وتتسمعون فبتقدرون تحددون موقع السيارة اللي هي صوبكم عن طريق التغير في ترددات الصوت. فالحين خلونا نسمع صوت السيارة يوم تمر من عدالنا وتكون مهرنة، وأنا بالسيارة مسجل لكم صوت الهرن عشان بعدين نشوف الفرق. سمعتوا؟ أول شيء الصوت بدأ بهدوء وكان بطيء، وبعدين زاد كل مرة تقربت السيارة منه. إنزين، وإذا كنت مشاهد اللقطات من تلفوني كان لاحظت أن الصوت بقى على نفس المستوى وهذا طول الوقت. الصوت كان في أعلى مستواه يوم كانت السيارة قدامي وبعدين خف بالتدريج. وهذه هي الطريقة اللي استخدموها العلماء عشان يستكشفون موقع القمر الاصطناعي سبوتنيك يوم كان يحلق فوقهم، فلاحظوا كل مرة كان يكون فوقهم كانت تقل هذه الترددات. ولكن كانوا يستخدمون أدوات متطورة بالنسبة لهذاك الزمان، وأكيد في سنة 1957 كانت هذه الفكرة مبتكرة وجديدة، ولكنها ما كانت عالية الدقة، بس استطاعوا أن يحددون موقع القمر الصناعي سبوتنيك. ونحن نستخدم تكنولوجيا مماثلة اليوم لتثليث مواقع أقمارنا الصناعية، وكل هذا باستخدام علوم بسيطة. بيوتيفول. ففيدونا بتعليقاتكم، غردونا بتويتاتكم، ولايكوا فيسبوكنا، وتابعونا على انستغرام، وشكرا على المتابعة.